ضيفتنا الكرام. اليوم معنا لقاء مع أستاذ جورج كرم للشعر المستعار يلي رح يخبرنا أكثر عن مؤسستهم وعن تأسيسها وعن خبرتهم بالشعر المستعار. أهلا وسهلا فيك نيكول بمؤسسة أنطوان ياس كرم للشعر المستعار، أكيد بإدارة جورج أنطوان كرم وناديا كرم أندريو. نحن أخصائية بعالم الشعر المستعار، مش من هلا، صارنا 60 سنة بعالم الشعر المستعار. شو الشعر المستعار وكيف تكونت الفكرة؟ تكونت الفكرة عند الوالد أنطوان ياس كرم وبلشت فيها، بلشنا أكيد مثل كل مؤسسات، مؤسسة صغيرة بتعنا بالعالم الشعر المستعار، وكبرت المؤسسة وصارت مؤسسة كبيرة بعالم الشعر المستعار، بنوزع على لبنان، بنوزع على دول عربية، شوي على أمريكا، شوي على أوروبا. وعنا اكيد عدة موديلات من الشعر المستعار. الشعر المستعار بيتألف من كذا نوع، في عدة انواع بالشعر المستعار، منها الشعر الطبيعي 100% يلي هو الشعر الطبيعي 100% اللي هو يعتبر توب احلى بيرفكت كواليتي، يعني احلى نوعية شعر. وفي شعر الاسباني اللي هو شعر مخلوط، بيكون عرف بالاسباني لانه الاسبان هن اول من خلطوا الشعر لياخذوا اللون الالوان مضبوطه لتصير الالوان تلمع، مشان هيك هن الاسبان هن اللي انشهروا بخلط الشعر الحديث، مشان هيك سميناه شعر اسباني. ونحن بلبنان مؤسسه أنطوان ياس كرم هي من اطلقت عليه كلمه اسباني للشعر الاسباني. بينما بالنسبه للشعر الطبيعي، الشعر الطبيعي اكيد غير، بينصبغ بيتغمق بينعمل لون يلي بدها اياه الزبونه. شعر طبيعي هو شعر طبيعي خام، يعني شعر طبيعي مش مخلوط اي مواد تانية، منه مخلوط مثل الشعر الاسباني، بيتفتح بيتغمق بينصبغ بينعمل لون يلي بدها اياه. اكيد الشعر شعر طبيعي ما بلبد، من فوق بتكون درسته كتير ناعمة ورقيقة، يعني ما بلبد الشعر الطبيعي. وبالنسبة للشعر الاسباني ما بنصح كثير فيه الا ما يكون باب اول، لانه الباب الثاني والباب الثالث شعر بلبد يعني بخربط الشعر، بصير يشربك الشعر. بينما بالنسبه للشعر الطبيعي، الشعر الطبيعي هو احلى نوعيه شعر. هلا بيختلف الموديلات وطريقات التركيب، في عندك بالشعر الطبيعي 100% في شعر بوستيش، اللي هو البوستيش اللي هي دمية تتركب من نص الراس ومنزول، اكيد بيستعملوها بالافراح وبالحفلات وبجميع المناسبات. بينما بالنسبة للبريوك بيستعملوها، في منهم كتير بيستعملوها بيكونوا لجميع الحاجات والمناسبات، في منها كل الألوان، كل ألوان بريكات موجودة، إن كان شعر طبيعي ولا شعر نايلون. الشعر الطبيعي أكيد بينغسل، بينعمل سشوار، بينعمل فر، بيتغير لونه، يعني بيتغير حتى ألوانه، فيك تسويها تعملي اللون يلي بدك إياه. وطبيعي بطبيعة الأحوال بتختلف طريقة الشغل بين الطبيعي والإسباني بطريقة التعامل مع البريوك. الشعر الطبيعي، في شعر طبيعي 100% هو شعر طبيعي غرز، غرز يعني مشغول شعرة شعرة على الرأس عن طريق الليزر؟ لا مش الليزر، الليزر هو غير شيء، الغرز هو شعرة شعرة ببين هاد ميد، هو بكون مشغول ببين شعر طبيعي 100% بتعطي مثل جلدة الرأس البريوك، بتعطيها طبيعية 100%، ما بتبين انه بيروك محطوطة على الراس. وفي منها كمان شعر اسباني، هاي بيروك في منها شعر اسباني وبتنحط على الراس بتبين كانه جلدة راس، وفي منها كل الالوان. بينما بالنسبة للطبيعي بتنصبغ بتنعمل لون يلي بدها اياه الزبونه. شو الالوان الدارجة هلا؟ هلا في عدة الوان دارجة، في دارج اللون السامبري دارج، درجة اللون البرونز دارج، اكيد الهاي الاشقر ولا ممكن اللون، اللون البلاتين هو اجمل لون، اجمل لون يعني حاليا، وكتير حلو لون البلاتين، اكيد بيدخله شوي خصل هايلايت بني بكون كتير حلو اللون، بيطلع فيه شوية تموجات مثل تموجات البحر، ودرجة كتير الاندولاسيون هالويفي يكون بالشعر. اكيد الشعر الطبيعي معروف انه لازم يكون فيه شوية طعجة ليكون انه طبيعي 100% وبكون احسن نوعيه، لان الشعر الطبيعي 100% دائما بكون فيه شويه ويف بقلبه، شويه تموج، بكون احسن شيء الشعر الطبيعي يكون فيه تموج بقلبه، شيء طبيعي الشعر الطبيعي فيه ويف بده يكون فيه تقصيف باخره، لانه هو شعر طبيعي 100% مقصوص من الراس. لانه مقصوص من الراس هذا الشعر، اوكي بكون في شويه تقصيف باخره، وقت بتشتري الزبونه بتقص شويه تقصيف وبروح التقصيف منه، بيبقى الشعر الطبيعي الخام على طبيعته مثل ما هو. هيدا بالنسبه للشعر الطبيعي. اكيد في كويات، في شيء اسمه زيل الحصان،
زي الحصان هي هيدي البوني تيل. البوني تيل هي بتتغير، يعني بتتغير بوني تيل، بتنحط بربط الشعر وبتنحط بوني تيل على الراس، بتبين مثل زي الحصان. في نقول له درب حصان، بس هي منا درب حصان، هي اسمها زي الحصان، بيتخربطوا لانه شبهوها لدرب حصان، لانه هي كوتشوفال اللي بيربطوا شعراته وبحطوها. هي شعر طبيعي، هي شعر طبيعي 100%. في منها شعر اسباني، في منهم بيركبوها شعر نايلون، بده يركبوها هيك دقيقتين ثلاثه، انه يعني لنهار واحد يحطوها ويشيلوها بيركبوها شعر نايلون. بس الكل اسبانيه والكل شعر طبيعي، هن بيضاينوا اكثر انه وقت يرفعوا بدينه، لانه بينعملوا سشوار، بينعملوا فير، والشعر الطبيعي بيتغير لونه، بيتفتح لونه، بينعمل بلاتين. الشعر الاسباني ما بيتفتح لونه، بينعمل بلاتين، وقت يتفتح بصير يا اشعر يا اخضر، اكثر هيك حوالي بصير على اشعر. بس الشعر الطبيعي 100% بيضرب على بلاتين، يعني اشعر باش اشقر باش، لون الشعر فاتح، اشقر فاتح. فانا بالنسبه للاسباني بيضرب اشقر فاتح، ما بيضرب باج لون البلاتين. هذا بالنسبه للشعر الطبيعي 100%. اوكي، هلا في شيء اسمه اكستنشن خصل. شو الاكستنشن خصل؟ هي لايرز بتنحط بقلب الشعر، بتتركب يا بكليبسات، اوكي، يا بتتخيط خياطه، يا بتركب بكبسون. كبسون هو هيدا، هيدا، هيدا الكبسون، اوكي. هذا الكبسون هو بيتركب في بقلبه مثل جلده سيليكون، اوكي، كوتشوك. هيدا الجلده، هيدا الجلدة ما بتقطي الشعر وقت نشيل الكبسونة منها. ما بتزعج فروة الراس؟ لا لا، ما بتزعج فروة الراس، لأنها بتكون معلقة بالشعر مش معلقة بالفروة، والشعر بتكون بعيدة عن الفروة مطرح ما بتنحط. ما بتأذي الشعر؟ لا ما بتأذي الشعر، لأنه لها طريقة معينة تركب. إذا بتركبهم عنا أكيد ما بتأذي الشعر، لأنه طريقتها كثير بروفيشنال، وكثير يعني بدها شطارة لحتى الواحد يركبها، مش حيلا واحد يركبها، لأنه في منه بتنكسر إذا كانت مثل هيدي كبسونه. نعم، اوكي. في منهم اذا كانت مثل هاي الكبسونه، هاي الكبسونه بتنكسر بقلبها، بتنكسر بقلب الشعر، وبتصعب انها تنفك، اوكي. في منهم بتصير تعذب بالشيل، اوكي. هذا بالنسبه للاكستنشن الكبسون. بس الخياطه بتتركب، بتتخيط بالشعر، ولا ممكن انه تفك، لانه بتتخيط جردول صغيره بقلب الشعر بتتخيط عليها، ما مش ممكن انه تفك، لانه هي بالنسبه لانه شعر طبيعي 100% مخيطه. وبتضاين؟ ايه بتتسرح وبتضاين ثلاث جماع، كل ثلاث جماع بتجي لعنا مره بتفك هالاكستنشن المشغوله يعني لخياطه، وبترجع بتشيلها بتعليها، لانه بتضلها هي ذاتها بس بتتعلى، اوكي؟ بس على كثره الاستهلاك بتضاينها سنه، ماكسيموم بتضاينها سنه الاكستنشن، اوكي؟ هلا وقتها تضاينها سنه الاكستنشن بيتغير الشكل، حتى يعني بتتغير الاكستنشن، بتصير تهتري يعني، لانه اذا مثل واحد لابس قطعه ثياب كل يوم كل يوم كل يوم، اخر شيء بتهتري. هلا اكيد في طرق ثانيه للاكستنشن. هلا في نازل جديد بالاكستنشن، في نازل جديد بالاكستنشن، نازل شيء اسمه ليزر. نعم. اوكي، هلا شو هو الليزر؟ هلا في طريقتين للليزر، في طريقتين للليزر، في هيدي الليزر، اوكي. هيدي اول طريقه للليزر. هيدي هذا شعر معمول عليه تلزيق، اوكي. هذا شعر معمول عليه تلزيق، هذا الليزر، اوكي. هذا شعر طبيعي، هذا شعر طبيعي 100%. هلا نحن شو عندنا الاوبشن الزياده اللي عندنا موجود بالمؤسسه يمكن مش موجود عند غيرنا، هو انه نحن شعر طبيعي 100%، يعني ما بنخلط الشعر اي مواد اخرى، بنخليه على شعر على طبيعي 100%. وعندنا شعر اسباني منه هو ذاته هيدا، نفس الطريقه ونفس الميثود، اوكي. بس بتختلف نوعيه الشعر بين الاسباني وبين الشعر الطبيعي 100%. هلا هيدا اذا بنشوفه، هي لها هون فرزه معينه، اوكي، ما بتركب الا على مكنه معينه، اوكي. هيدي وقت تركب على هي المكنه لها فرزه معينه، اذا بنشوفها هيك معمولة مثل في، اوكي. هيدا الليزر، هيدي طريقة للليزر. هلا هي طريقة الليزر، في منهم بيستعملوها بيقولوا انه بدنا نحن نركب ليزر. بينما بالنسبة لنا كمان في طريقتين للليزر، في كمان شعر خصوصي كمان للليزر غير هالطريقة هيدي، له طريقة ثانية من فوق غير هيدي الطريقة. كمان عندنا منه كل الألوان، وعندنا منه شعر طبيعي 100%.
بالنسبه لهي عندنا منا شعر هلا، هذا الشعر اللي عم بتشوفيه هلا هذا شعر طبيعي 100%. نعم اوكي، هذا شعر طبيعي 100% وفي منه كل الطول، جميع الطول موجود منه. اوكي، ونوعيته هو ويفي، يعني بياخذ طعجه شعر اللي تركب عليها، بياخذ طعجه شعر اللي تركب عليها. وحده تعمله سشوار صح مزبوط، فيها تعمله سشوار، فيها تعمله فار، فيها تعمله اللي بدها اياه. وقديش بداين عليه؟ بداين 6 اشهر على الراس، ما من دون بداين 6 اشهر. ليش بداين 6 اشهر؟ لانه الشعر من الراس بتطول. اوكي، بتطول هيك شيء 5 سم بظرف 6 اشهر. اذا بدنا نعطي فكره كمان زياده، كل 3 ايام بيطول الشعر 1 ملم. اوكي، بما انه كل 3 ايام بيطول الشعر 1 ملم، اوكي يعني عدت بالشهر قد ايش لازم يطول. مشان هيك بنقول لازم يطول، الشعر 1 ملم كل 3 ايام. اوكي، وبالنسبه للشعر يلي هو مركب يعني على ظرف 6 اشهر بتكون طولة من الراسين لكعب الشعرة. اوكي، بتكون طولة مسافة معينة منيحة، مشان هيك لازم ينفكر مما يصير عركي جنب بعضه. بس اذا مركب مزبوط ما بصير عركي جنب بعضه، بس الاحسن انه تفكوا الزبونة ترجع تركبه اضمن اضمن لإله، واحسن وانضف يعني. صح. اوكي، اكيد مش هو ذاته بترجع بتركبه، مش هو ذاته بترجع بتركبه، بترجع بتركب شيء ثاني. اوكي، بينما بالنسبة لهيدي، هيدي فرزتها في. اوكي، وهيدي بتركب خصوصا للليزر. هلا في ليزر طريقة ثانية للليزر، هيدي بتنحط على الشعرة او بتنحط على الشعرة؟ اه على الشعرة، بنكعب الشعرة، بنكعب الشعرة، بنبعد شوي شي سنتي، شي نص مليمتر، عن نص سنتيمتر عن كعب الشعرة، كان كعب الجلد، وما بتأذي الشعرة الا مكنة خصوصي اللي بتلزق فيها. هلا في طريقة ثانية غير هيك، لا ما بتلزق الشعرة، لا ملزقة بالليزر، والليزر هو كبس بتدري يعني، بعدين وقت تيجي تفكها كثير سهل انه تفكها، اكيد اذا كانت جديده مش دغري تفكها. هلا هدول هذا شعر، هذا شعر كمان طبيعي. نعم. اوكي، هذا شعر ليزر. اوكي، اذا بدنا نشوف هذا الشعر الليزر، اوكي لها ثلاث فرزات من هون. نعم. اوكي، لها ثلاث فرزات، مثل هذا شعر، شعر اسباني، بس في عندنا منه شعر طبيعي 100%. هذا شعر اسباني عندنا منه شعر طبيعي 100%، كمان ليزر. اوكي، كمان ليزر اللي هو هيدا. أيها أحسن عن طريق الليزر؟ هيدا الشعر اللي هو هيدا، هيدا شعر طبيعي 100% كمان لليزر، هيدا شعر إسباني كمان، كمان طبيعي أوروبي يعني. نعم. أوكي، هو لليزر، هو لليزر، واثنيناتهم لليزر، بس أنا بفضل الزبونة بدها تركب شعر، تركب شعر طبيعي 100%. أكيد أضمن. أوكي، مش قصة أضمن، في منهم بحبوا الألوان تكون بتلمع شوي أو بتعطي رفلي أكثر. أوكي. او بتعطي رفلي اكثر وبتعطي اليمينيتنج اكثر. اوكي، مشان هيك بيركبوا شعر اسباني. اوكي، اكيد كل شيء، كل شيء حسب زبونه هي شو بدها، شو بترتاح تركب. نحن بنمشي مع، اكيد بنقول لها مثلا حابة تركب هيك، كمان بننصحها حسب نوعيه شعرها، حسب تكستير تبع نوعيه شعرها اللي لازم تركبه، لانه مش كل شعر بيتركب له نفس النوعيات الشعر اللي بيتركب، كل شعر له نوعيه شعر معينه بتتركب لها تطلع ناتورال، بتطلع كثير حلوه. لانه نحن عم نركب شعر مش لانه بس هيك بدنا نركب شعر، لانه عم نركب شعر، عم نركب شعر لزبونه تطلع احلى وتطلع اجمل وتعطي رونق. يعني كل زبونه شيء، كل زبونه بتفكر شيء، يعني الزبونه بتلاقي كل متطلباتها عندكم. ايه طبيعي، يعني نحن عندنا كل شيء بالمؤسسه، حتى عندنا شوارب ودهون ولحي، هول بيستعملوهم للمسلسلات والافلام السينمائيه. عندنا كل، حتى عندنا التلزيق تبعونهم، يعني مثل هيدا التلزيق تبعونهم لدهون اللحي والشوارب. اوكي، هذا تلزيق خصوصي لدهون اللحي والشوارب، ما بفك على المي، يعني اذا حطت الزبونه ما بفك التلزيق على المي، بضلوا ملزق. وله ريموفر خصوصي، له مزيل خصوصي. شو هو المزيل الخصوصي؟ يعني هذا المزيل الخصوصي تبعوله. اوكي، هذا المزيل الخصوصي تبعوله، وقت يتلزق التلزيق الدقن واللحيه والشوارب، وقت تلزق الى مزيل خصوصي، بعدين الممثل او المخرج قال انه تنشال تنفك، الى مزيل خصوصي تنفك بالمزيل تبعوله. اوكي، هذا المزيل تبعوله له هو احوه هيدا اياه. نعم. بتنفك فيه. هذا بالنسبة للدقن والشواري. أكيد هلا البريك الطبيعية بتعطي شكل أكثر لل، بتعطي شكل أكثر من البريك العادية النايلون. هلا بس في منهم بيركبوا شعر نايلون، في منهم بيركبوا شعر نايلون، ومجرد ما ركبوا شعر نايلون يعني بتقول بدها اياها ليوم يومين، يلي هي لوقت معين، لوقت معين، وبعد وقت معين بترجع
بتكب يعني بتشيلها وبتحطها على جنب لانه هي بتضايق 3 اشهر من يومها او 4 اشهر اذا عم تركبها كل يوم. بس اذا ما عم تركبها كل يوم يعني بتصير بدها تاخذ شعر اسباني او شعر طبيعي 100%، لانه اذا عم تركبها كل يوم اوكي احسن تاخذهم. بس ما عم تركبها كل يوم فيها تاخذ شعر نايلون ما بقصر يعني. عرفتي كيف؟ وهلا بالنسبه للليزر، له ليزر له ريموفر خصوصي وله مكنه خصوصي اوكي. مكنه مش عاديه مثل المكنات اللي بنشوفها، له مكنه خصوصي ليزر بتتركب بالمكنه ليزر بينشال بالريموفر الخصوصي تبعوله، بس تتركب بمكنه الليزر. هلا في شيء ثاني كمان غير الليزر، في جلد اكستنشن جلد اوكي، هيديك ليزر اوكي. ليزر غير هيدا الليزر اوكي، لانه جلد اوكي. بتتركب دبل تيب، يعني بتتركب من قدام ومن ورا، بتلزق بتلزق تلزيق من جوا بقلبه، بتتلزق من قدام ومن ورا اوكي. كمان في منها شعر طبيعي 100%، وفي منها شعر اسباني، في منها كل الطول وكل الالوان، حتى في منهم بيركبوا كبسون اوكي. شو الكبسون هي؟ الكبسون هي خصلة شعر بتتركب بقلب الراس بقلب الشعر اوكي، وبتتسكر بكبسونه اللي هو هيدي الكبسونه، بس خصله مش اكستنشن اللاير اللي عم اقول عنها بتتركب كبسونه هيدي بتركب خصله وبتنفك كمان لها بانسه خصوصي كمان ما تقطع الشعر تبعولها، بتنفك الكبسونه وبتنزل الخصله. هيدا بالنسبه للاكستنشن اللي اسمها سيلاندر، يعني الكبسون اوكي، ميكرو سيلاندر بيقولوا لها الكبسون، فيهم بيقولوا لها رينج اوكي. اوكي هلا في كمان الاكستنشن يعني غير الخياطه وغير الكبسون وغير الكليبسات، في اكستنشن كمان بتركب سواليف موديل، يعني مثلا زبونه بتحب تركب سواليف شمال ويمين على شعراتها اوكي، بتركب سواليف. في زبونات بحبوا يركبوا سواليف؟ ايه بحبوا يطولوا هيك السواليف تبعهم، ما بحبوا الشعر يجي على وجههم، ما بحبوا انه الشعر يكون قصير اوكي، بركبوا سواليف. بعدين بالنسبه اكيد الغرر، في غرر. شو غره؟ هي غره فرنش تتركب من قدام فرنش وبتنفك وبتنشال بالكليبس وبتجي هيك بومبي من هون وبركبوها بشلوها بالكليبس. في منها شعر طبيعي 100%، في منها شعر اسباني. هلا بالنسبة لشعر طبيعي 100%، حتى في فرانش مشغولة شعر اشارة اوكي. شعر اشارة كيف يعني؟ شعر اشارة يعني مشغولة هاند ميد اوكي، بتتركب يا بالكليبسات يا في منهم بلزقوها، في منهم بيقولوا لها يونت اوكي. هيدا اليونت بتتركب يا بتتلزق يا بتتركب بكليبسات اوكي، في منها حسب قياسات الراس، يعني كل شخص حسب الصلعه تبعيته بتتركب اليونت تبعوله. حتى في رجاله اوكي، هلا الرجاله كل طول الغره في كل الطول تبع الغره، في كل قياسات كمان تبع الغره، لانه من هون لهون المسافه كل واحد راسه شيء، كل واحد مساحه الصلعه تبعيته شيء، في جميع القياسات وكل زبونه مساحتها شيء، يعني في جميع القياسات في جميع الطول، حتى في كل الالوان. واذا ما في كل الالوان في شعر طبيعي 100% بتنصبغ نفس اللون اللي هي بدها اياه. بالنسبة للرجالة في كمان كل الألوان وكل القياسات، وأكيد بتنقص عنا نحن بنقصله إياها للزبون، وبتطلع أكيد ناتورال 100% لأنه هي معمولة مثل فروة الراس، يعني مثل جلدة الراس، وبتبين طبيعية 100%. ومركز كثير إنه شو طلبها زبونة تكون على هوية طلبها، يعني شو بتطلب الزبونة نحن نعطيها هي اللي بدها إياه، يعني مركز على هي اللي بدها اياه، شو بتطلب انه يكون عندنا ونعطيها طلبها اللي هي اللي بدها اياه. اكيد كل زبونات، في زبونات بيطلبوا شعر طبيعي 100%، في منهم بيتاثروا بالفنانين، يعني بحبوا يكونوا شعرهم مثل هالفنانين طبيعي. طبيعي مثلا في كثير فنانات بيتاثروا فيهم، في كثير فنانات بيتاثروا فيهم الزبونات وبيجوا بيقولوا لنا بدنا لون هاي الفنانه المعينه اوكي. هلا هاي الفنانه، في فنانه معينه كسرت ارض بشعراتها اوكي، بيجوا بدهم هيدا اللون، بصير بدهم هيدا اللون، مثلا بدي شعرات هاي الفلان فلان الفنانية هاي الفنانة، لأنه شعراتها مثلا ويفي، بدنا مثل شعراتها يطلعوا، بنعطيها مثل شعراتها، بنعطيها بتطلع نفس اللوك. وبعدين بدي أخبر شيء، في شغلة كثير مهمة هون، إذا الزبونة اللي جاية، اوكي، عارفة حالها إنه هيدا اللوك برحلة،
او قص صوره من مجله وجايبه صوره المجله انه بدها تعمل مثل هيدا الشعر ومثل هيدا اللون ومثل هيدا اللوك وجايبه بدها تعمل هيدا اللوك، لو ما عارفه الزبونه انه هيدا اللوك برحله اوكي ما كانت تيجي بتطلبه بدها تعمله. لو نحن من واجباتنا ان نعمل لها اللوك يلي هي بدها اياه لحتى لانه هي النتيجه جايه تطلع احلى مما هي. كيف بدي تعمل لي شعرات مثل ما يبيها؟ خبرنا اكثر عن المشاهير اللي بيجوا لعندكم، عندك كوليكسيون خاصه للمشاهير وللفنانين؟ شو الفرق بين الفنان وبين الشخص العادي؟ الفنان دائما عنده ستيج، يعني بده يطلع امبورتد تو ستيج. توصيل الشعر بالليزر له ردات عكسيه؟ توصيل شعر بالليزر ما له ردات عكسية. ليش؟ لأنه الليزر بيجي كبس. شو الليزر؟ هي أشعة إكس راي بتضرب التلزيق، التلزيق بلزق بالشعرة ولازم يكون الشعر رقيق تحتها، رقيق يعني رقيق كتير ناعم ورقيق، ناعم ورقيق أوكي لحتى تتلزق تكبس الشعر عليها. من بعد ما تكبس الشعر عليها أكيد التلزيق بياخد حجمه يلي هو مأخوذ من المولد يلي هي معمولة لتلزق فيها التلزيق، تجي كبس وفكه كتير هين، يعني فكه حتى الزبونة إذا ما عجبها بس مش دغري أكيد بدها تفكه، بدها وقت لحتى تفكه، يعني إذا قطعت 6 أشهر لازم تقطع بالقليل شعرين ثلاثة لترجع تفكه، مش دغري بينفك الليزر، والليزر بتجي دغري الشعرة بتجي التلزيق بيجي تبعولها كبس على الشعر الثاني. هيدا ما له ردات عكسية سايد افكت، ما له سايد افكت. اوكي بالعكس الليزر هو تقنية يعني كثير حديثة وكل العالم برات لبنان يعني صاروا كلهم عم يستعملوا ليزر، بطل عم يستعملوا الماشينات القديمة اللي هن بلزقوا فيها، هلا كله صار ليزر وبتعطي خفية وبتعطي نعومة بتعطي يعني كثير خفيفة ما بتحمل تقل على راس الزبونة. مين أكثر زبونات جورج أنطوان كرم؟ النسوان أو الرجال؟ بدي أخبرك شيء رح تتفاجئي فيه. نعم. أوكي؟ الرجال والنسوان بنفس الكمية. لأنه في نسوان كثير بحبوا مثل ما في نسوان كثير بحبوا يبينوا حلوين، أوكي؟ إذا بدنا نحكي من زمان، الرجال كانوا من زمان يعملوا ميك أب ويتكحروا. أوكي؟ هلا بالعصرنا هذا اللي نحن فيه اوكي كل شخص بده يبين احلى، اذا اجمل ببين اجمل اوكي لازم يعني يتحلى، اذا في حل حاله ليش لا، ما هي التقنيات هيدا انوجدت لحتى الانسان يحل حاله، مش لحتى الانسان اذا في حل حاله اكثر من ما هو اكيد بحل حاله، هي التقنيات موجوده كمان. هلا صاروا الرجال بيهتموا بحالهم مثل النسوان نفس الكميه اللي هي نفس كمية الاهتمام تبعه بتقول الرجال هي ذاتها كمية النسوان، يعني في رجال كثير بيجوا بحطوا يونت صلعة بكونوا صلع من قدام بلزقوا كثير يونت اوكي وفي منهم بلزقوها لمدة شهر وبفكوها بعد مدة الشهر، لهم ريموفر خصوصي وقت يفكوها، هيدا الريموفر الخصوصي تبعولهم اوكي بفكوها فيه وطبيعي طبيعي من بعد ما يفكوها فيه بنظفوا كثير مطرح ما هي موجودة اوكي هذا بالنسبه لليونت الرجالي، في حتى يونت نسائي هن بيركبوها بلزقوها بتضاين شهر وبتنفك لمده شهر. عندكم خدمات غير خدمات بتحبوا تقدموها؟ لا نحن عندنا صالون دو كوفيور كمان. نعم. اذا زبونه ما عندها حدا يصبغ لها اللون وما عندها حدا يصبغ لها الكولور اوكي بتروح على صالون دو كوفير تبعولنا كمان بتساله بتقول له بدي اصبغ الشعر هذا وبيصبغ لي اياه، يعني كل شيء عندنا كثر خير الله، يعني كل تقنيات الشعر المستعار يلي يعني بتتضمنه هذه المهنه كلها موجوده عندنا، حتى في فتره عندنا هلا مثلا نزلنا اخر مره نزلنا غرز الشعر بالراس بدون عمليه جراحيه الا مكانات معينه بتغرز الشعر بالراس بدون اي عمليه جراحيه اوكي وبتضلها مثل ما هي هذه الشعره بس صارت تعمل جلد حبه عمل وترجع تهر، بس في منهم بحبوا انه يضلوا يغزوا هذه الشعره، في منهم بيغزوها اسمها بايو فايبر، في منهم بيغزوها هي شعر طبيعي. هلا انا بنصح انا كشخصيا كجورج انطوان كرم اللي غرست لاكثر من 200 شخص براسه اوكي على راسهم، يعني اشتغلت 200 شخص غرز لهم شعر على راسهم اوكي بنصح بالبايو فايبر ما بنصح بشعر الطبيعي بالغرس، بس في منهم بحبوا يغرزوها وهذا الشيء بيرجع لهم يعني.
يعني هلا اخر تقنية حديثة هي الليزر. اخر تقنية حديثة نزلت بعالم الشعر المستعار هي الليزر، والليزر ما بتعطي سماكة، بتعطي خفية وبتعطي نعومة على الراس، ما بتحس زبون انها مركبة اكستنشن. وبنصح فيها للليزر، لانه الليزر هي احسن من الطريقه القبله اللي هي مكنه عاديه اللي كانت تلزق فيها الشعر، بتعمل حبه بتصير تعمل شوي قاسيه. ليزر خفيفه بنرقيتها مثل رقيه السيجاره، بتعليها وبتوطيها، يلي هي هيدي لها ثلاث فرزات. لها ثلاث فرزات، الخصلة لها ثلاث فرزات، اوكي؟ بتتركب، وقت تتركب ثلاث فرزات بيجوا كلهم على بعضهم بتصير ماسك. هذا هو الليزر، يعني انا اكيد بنصح فيها للليزر. شو بتحب تنصح زبائنك الكرام كل اللي عم يسمعونا؟ انا بنصح زبوناتي يلي عم يسمعونا ويلي عم يشوفونا ما يركبوا حيلا شيء، يعني ما يركبوا حيلا شيء، لانه في كثير نوعيات بالسوق هي منا من النوعيه الهاي ليفل كواليتي، يعني منا نوعيه مرتبه، اوكي؟ في كثير نوعيات يعني منا نوعيه مرتبه، ما بنصح فيها انا هيدا، بنصح يركبوا نوعيه مرتبه على راسهم، لانه بالنتيجه هيدا مظهر هن عم يطلعوا فيه، وشكله الخارجي كثير مهم، يعني ما تخيل قديه شكله الخارجي كثير مهم، وقديه القطعه اللي عم تتركب على الراس لازم تكون نوعيه جيده، لانه اذا كانت نوعيه تارسو يعني بتعطي شكل مش منيح للوجه، وبتنزع الهيئه كلها اللي هو بيكون عم او زبونه اللي بدها تحصل عليها. بتسبب بتساقط الشعر كمان. ايه بتسبب، مثلا في كثير ناس اذا بدي اقول لك بتسبب تساقط الشعر، يعني ما بتكون مزبوطة، لا افضل تتركب قطعه مزبوطة ونوعيه جيده، لو كان سعرها اغلى من غيرها قد بدها تفرق شوي صغير شيء بسيط، اوكي؟ بس بيعرفوا حالهم عم بيركبوا نوعيه جيده، ما عم بيركبوا نوعيه ترسو. هيدا بالنسبه للنوعيه، بنصحهم دائما يشددوا على النوعيه انه تكون باب اول، يعني مجرد ما كان باب اول هي احسن نوعيه. في كثير بيقولوا بدنا ننتبه لشغله كثير مهمه، في كثير نوعيات هي باب اول بالاسباني، بس هي منا بيقولوا عنها طبيعي 100%، بس هي منا طبيعي 100%. هيدي النوعيه ما بنصح فيها لانه بتصير تشربك وبتصير تلبك، بدنا ننتبه كثير لانه النوعيه كثير مهمه. برجع بشدد لهذا الموضوع. نعم. ميل شعري كان وين واحد جورج انطوان كرم، ما تنسوا هيدا الاسم. للاستعلام صار لجورج انطوان كرم للشعر المستعار، لبنان بيروت شيتاوي شارع مار لويس، تليفون 961-36-77-068. اكيد رقم التليفون 00961-36-77-068، هيدا موبايل، وتليفاكس 00961-1-560-672. في كلمة أخيرة بتحب تقولها أكيد بدي أتشكرك لإلك دونزان نيكول خوري. ثانك يو لإلك. أوكي. وأتشكر رفيقتك كمان يلي عشت معك اليوم، أهلا وسهلا فيها، شرفتنا. والمخرج نادر حشاش. وبدي أتشكر كمان تينا طبارة. أوكي. كانت معنا اليوم، وكل فريق العمل يلي اشتغل بهذا البروجرام، وميرسي كثير لإلكم. ثانك يو لإلك. احنا وجهك طلع خليك عم تطلع لساوري لحظه بس اظبطه هير اكستنشن بيروك امبوستيش يونت for men and women. Hair extension. Peruke and postiche. Unit for men and women. Antoine Lescaram, Les Chars.